واحد التوضيح ضروري منه بالنسبة للمدونة الأسرة اللي كيهضروا عليها جديدة. بالنسبة للمرأة، عندك تعتقد أنه دايرينها من أجل مصلحتك زعما، عندك تعتقد أنك زعما دايرينها باش يقويوك على الرجل ولا شي يعني. الهدف من هذا الشيء هو يشردوا المرأة أولا ويجعلوها فريسة للذئاب. أصلا هما باغيين يخربوا الأسرة، هذه معروفة. لو كانوا باغيين مصلحة المرأة راه باينة مصلحة المرأة، وأن المرأة ما يخليوهاش تخدم في القهاوي 12000 ريال في الشهر، ما يخليهاش تخدم في الشركات ديال الكابلاج 40000 ريال و50000 ريال في الشهر ويحرطوا عليها، وداك الفلوس يمشوا ليها غير في الترونسبور ويقتلوها، ومخدمة 8 ل 12 حتى 6 د العشية. علاش ما يحسنوش الظروف ديال العاملات في الشركات، في العاملات ديال المعامل ديال الفريز وفي الفيرمات؟ الهدف هو يشردوك، عندك تغويك داك الكلمات وتغويك داك 16000 ريال اللي غيخلي لك راجلك في النفقة. وإياك تغوي، لأن النهار اللي غادي تطلق وتخرج الشارع غتعرف المرارة، غتعرف المرارة. وكما قالت وحده، راه النهار اللي غتمشي تالا عند اختك تجلس معاها ويكون عندك 4 ديال الدراري جوج دراري، غتقول لك اسمح لي اختي انا ما نقدرش، اسمح لي يا اختي سير كري شي بيت في طنجه ولا شي حاجه وخدم ولا براسك، اسمح لي. ومن حقها تقول لك لا ما عندنا ما ندير لك، كي غدير تهزك يا واياك واياك تسيقوا داك الخطابات وداك القوانين الجديده اللي الهدف ديالها هو يهرسوك انت. واش النفقه؟ واش كيقول لك نقسموا حتى الورث مع الراجل؟ فين هو الورث؟ وانا كنعرف صحابي وموظفين هذه 8 سنين هو خدام 10 سنين ما عندوش باش يكمل الشهر، فين هو الورث عندهم الفيلات هنايا؟ الرجل المغربي شنو خلاو له؟ مسكين، خلاو له الرجوله ديالو هو اللي خصو يحافظ عليها، والانسانيه ديالو والاخلاق ديالو بطبيعه الحال يهتم بالمراه ديالو. واياك يغويك داك الخطاب ديالو، داك الخطاب ديالو واياك، غادي يشردوك وغتولي تفقد الدنيا والاخره. لان المراه ملي غادي تطلق ماشي كلشي، راه المصير ديالها باينه، غتقدر تخرج للدعاره، تقدر غتمشي تخرج تخدم في قهوه تبقى تصاوب الحرشه ويعطيوها 16000 ريال الشهر و14000 ريال الشهر، شنو المصير اللي غيتسناك؟ دوك واياك واياك تسيق داك الخطابات. من طبيعه الحال هما ما باغينش ليك الخير، كون باغيين الخير للمراه راه باين كاين فين يديروا خير. هو نهار التيميه ملي يكون عندك كتقرا في الليسي وفي الكوليج يهتموا بالتعليم مزيان، هو الظروف ديال الخدمه يحسنوا الظروف ديال الخدمه. علاش ما خدم المراه 8 السوايع؟ علاش ما خدمش غير 4 السوايع؟ علاش؟ علاش ما يعطيوهاش العطل؟ علاش ما يعطيوهاش سالير ملي تكون خدامه في واحد الظروف زوينه، سالير يعني في المستوى؟ علاش الراجل ديالها ما يعطيوهاش سالير مزيان باش تعيش مزيان؟ لو كانوا باغيين الخير للمراه. دوك هما الهدف ديالهم هو يشردوك. دوك واياك، النهار اللي غادي تخرج الشارع غتعرف الحقيقه المره. واخطر حاجه هي انك تخرج تشرد في الشارع، وتقدر توقع في الفواحش وتقدر توقع في الدعاره، وهذه هي اللي خطيره، تفقد الدنيا ديالك والاخره. اما الدنيا ماشي مشكل، المصيبه هي تفقد الاخره ديالك. دونك لاي مراه مغربية، دونك لاي مراه مغربيه شريفه ولا مسلمه بشكل عام في العالم كله، ما يغويكش الا كانت الشروط ديال الطلاق راجلك غير صالح، هذه انت. اما باش تصدق غير حيت كاين التحريضات ديال المدونه ولا غادي نقسم معاه الارث ولا شنو غيخلي لك؟ انا عاوتاني كنعرف واحد الصديق ديالي مثلا طلق، عطى المراه 16000 ريال النفقه، بس 16000 ريال هي اللي غدرت لك البيت الزوجيه والاسره والحنان الزوج ديالك وليداتك والحمايه ديال الزوج وداك 16000 ريال غدرت لك هادشي. واش 16000 ريال غدرت لك هادشي؟ واش 1000 درهم في الشهر غادي ترد لك؟ شنو غدير لك 1000 درهم؟ وهاد الزوج خلى لك 1500 درهم في النفقه هذا، لا كان وخلى له 2000 درهم، واش 2000 درهم غترد لك انت مكتسبات ديال انك مع راجلك مع وليداتك؟ دوك واياكم صدقوا، انا مازال ما فكرت، ما بانوا ليش حجج اخرى. راه كاينه حجج اخرى، الناس اللي طلقوا راهم عارفينها، ولكن لا كانت الشروط ديال الطلاق يعني شي حاجه الراجل انه ما بقى فيه ما بقاش صالح الحياه معاه، هذيك حاجه اخرى. اما باش تطلق غير حيت كيغويوك داك الخطابات السياسيه ولا ديال المدونات ولا داك ديال المدونه عفوا، دوك المدونه خصك تكون مقتنع بها. اي قانون دارو جديد راه ماشي في الصالح ديال المراه وماشي في الصالح ديال الرجل. اول كيخدم طبقه البرجوازيه، هذا خصك تكون عندك قناعه، كيخدم طبقات معينه، قانون ديال الشغل، قانون ديال كيجيبوه في التعليم مثلا، قانون ديال الصحه، اي قانون كيخدم جهات معينه. لطالما اننا عندنا التعليم طبقي، الصحه طبقيه، كل شيء طبقي، اللي عنده فلوس يداوى، اللي ما عندوش انت ما كتشوف، اللي عنده فلوس كيقرا في البريفي او كيقرا وكيمشي للكليات الطب وكيمشي لهذاك، ولا الشعب راكم كتشوفوا المصير ديالو. انا في الليسي قدمت في الليسي، حتى التلميذ ما كيمشي لكليه الطب، علاش زعما؟ علاش هاد الحقره؟ الليسي كامل التلاميذ يتقاتلوا مساكن، وتا واحد ما يمشي لكليه الطب، علاش زعما هاد الحقره؟ علاش؟ ونمشيو لليزيكول بريفي في كازابلانكا كاملين كيمشيو لبريفي، وحشوم كيمشيو لكليه الطب، علاش زعما هاد الحقره؟ شنو غتقرا في الطب زعما كاع؟ باش تحرموا عباد الله يمشيو يقراو في كليه الطب؟ علاش؟ علاش تمنعوهم؟ علاش تحرموهم من كليه الطب؟ علاش تحرموهم يمشيو يقراو في المدارس ديال المهندسين في الكلاس بريبا؟ علاش تحرموهم؟ في
في التعليم العمومي ظروف سيئه وفي الاخر تقول له انت خصك تجيب 16 باش تمشي لهذاك، وفر التعليم ويجيب 23. هذوك لي فور المجهود اللي كيديروا التلاميذ العمومي راه كيدير الدوبي ديال هذاك اللي كيجيب 16 في الخصوصي. حشومه هذا الشيء هذا، اي حشومه بالله، سمحوا لي على هذه الديغاسيون.